الفنانة المغربية سعاد حسن تغير شكلها وتسأل متتبعيها عن رأيهم. إليكم التفاصيل. السلام عليكم، كنحييكم من مدينة مراكش الحمراء، وكنقول لكم المتتبعين سعاد حسن كنحبكم وكنموت عليكم. المهم هذا المنتوج الاخر ديال كورونا، اللي عجبو هذا المنتوج يقول لي اوكي نخليه، اللي ما عجبوش يقول لي لا. هذا اللوك الجديد ديال سعاد حسن. صافي، تحيه لكم، كنحبكم كنموت عليكم. تحيه لكل المغاربه. انتشرت في الساعات القليلة الماضية أخبارا تفيد زواج عارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي واحتفالها بعقد قرانها على رجل أعمال مغربي في حفل اقتصر فقط على حضور أفراد عائلتها والمقربين من أصدقائها. إلا أنه ومن مصدر مقرب من ليلى الحديوي، كشف حصريا لإحدى المنابر الإعلامية أن جميع الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأن مروجي هذه الشائعات يبحثون فقط عن خلق البوز. وفي سياق متصل، فوجئ متابعو عارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي منذ مدة بإعلانها بشكل غير مباشر عن خبر ارتباطها، حيث نشرت الحديوي على خاصية ستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام صورة لها وهي تمسك بيد رجل لم تكشف عن هويته. وعلقت الحديوي على الصورة قائلة: القدر يكتب عندما تلتقي روحاني ويمنحاني أيديهما للسير معاً.